أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري قرر إغلاق تلفزيون لبنان الرسمي بسبب الإضراب الشامل الذي ينفذه الموظفون. وهذه صورة التلفزيون الآن أو البث من تلفزيون لبنان الرسمي التي تظهر على الشاشة حاليا. هذا الإضراب الذي نفذه الموظفون اعتراضا على تردي أوضاعهم ورواتبهم منذ أشهر، رفض موظفو التلفزيون الاستمرار بعملهم رغم المحاولات لإيجاد حلول باءت بالفشل. يأتي إضراب الموظفين استكمالا لإضراب الموظفين المستمر في معظم الإدارات والمؤسسات والوزارات العامة منذ أشهر. الوضع الاقتصادي في لبنان يعاني منذ أكثر من عام بسبب تدهور سعر صرف الليرة وعدم قدرة المواطنين من سحب أموالهم حتى في المحتجزة في البنوك بالعملة الصعبة وبالدولار، وبالتالي فإن الميزانية الحكومية للبنان تعاني الكثير في ظل غياب المؤسسات. حكومة تصريف أعمال، لا رئيس، رئيس المصرف أو محافظ المصرف المركزي انتهت مدة عمله ولا يتم تعيين أحد آخر، وبالتالي الانهيار الاقتصادي ضرب الكثير من المؤسسات. القوى الشرائية لدى المواطنين في تدهور، وبالتالي أكثر المتضررين هم الموظفين الحكوميين الذين لا يجدون من يسمع صوتهم، والحكومة غير قادرة على تلبية أي من طلباتهم برفع الأجور بسبب مشاكل الميزانية وبسبب عدم وجود سلطة حقيقية تستطيع أن تتصرف أو أن تتحرك في هذا الإطار. وبالتالي فإن مع تراجع سعر الليرة اللبنانية بشكل كبير وسريع جدا خلال العامين الماضيين، فإن القدرة الشرائية والرواتب لكثير من الموظفين أصبحت عاجزة حتى عن تأمين ولو ثمن المواصلات للذهاب إلى العمل. وهذا شاهدناه في عدة مناطق دراسية، في المدارس، في كثير من الوزارات التي بات موظفوها يرفضون الذهاب إلى العمل بسبب ارتفاع أسعار النقل والمحروقات وعدم قدرتهم على دفع حتى مصاريف المواصلات للذهاب إلى العمل، ناهيك عن مصاريف السكن والأكل والمعيشة وغير ذلك. سنتابع هذا القرار الصادم لوزير الإعلام بإغلاق التلفزيون اللبناني الرسمي مع مراسلتنا دارين الحلوة من بيروت. دارين، الإضراب هو سبب القرار، لكن هل هذا القرار نهائي؟ ما أبعاده؟ ما خلفيته؟ لا يمكن الحديث عن قرار إغلاق مؤسسة رسمية حكومية يعود لمجلس الوزراء. إن كان هذا الأمر يعني صدر عن الوزير أم لم يصدر فإنه لن يغير شيئا. ما يحصل اليوم في تلفزيون لبنان الرسمي هو تماما ما يحصل في الإدارات العامة الأخرى. هناك قرار لجميع الموظفين بأنهم سيتوقفون عن العمل. كنت قد تحدثت إلى عدد من هؤلاء صباح اليوم وقالوا بأن مطالبهم لم تلقى أذان صاغية وبأنهم تحملوا الكثير وبأن خطوتهم هذه ربما تكون صادمة للجميع، لكنهم ما عادوا قادرين على الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف المعتمدة من قبل المسؤولين، وأن ما عاد لديهم القدرة على يعني تحمل مصاعب الحياة بعد الانهيار الكبير الذي طال كل العائلات في لبنان. لذلك هذا القرار بدأ تنفيذه صباح اليوم، لن تكون هناك عودة عنه بحسب الموظفين حتى يتم الإصغاء لمطالبهم وتقديم لهم ما يطالبون به وما يعني يساعدهم على الأقل تأمين تنقلاتهم من منازلهم إلى مكان العمل في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، طبعا بالإضافة إلى كلفة المعيشة الباهظة اليوم بسبب التضخم الكبير الذي تسبب به انهيار دارين قيمة العملة الوطنية. اسمحي لي أسألك، هو الوضع كما ذكرتي في كثير من مؤسسات وإدارة الدولة، لكن في الإعلام مثلا لماذا لم نشهد نفس الموضوع في مؤسسات إعلامية خاصة وفي لبنان كثير منها؟ هل لأنه القطاع الخاص على الأقل لديه بعض المرونة في يعني دفع الرواتب بينما المؤسسات الحكومية غير قادرة؟
طبعا المؤسسات الخاصة لديها الكثير من المرونة، وهي أولى المؤسسات التي يعني القطاع الخاص هو الذي بادر بإجراء تصحيحات على رواتب والتقديمات للموظفين. هذا الأمر طبعا لم يشمل القطاع العام بسبب عجز الدولة اللبنانية عن تقديم نسبة من الراتب بالعملة الأمريكية بعد أن انهارت يعني العملة الوطنية، بالإضافة إلى أن الإعلام الخاص أيضا لديه مداخيل أخرى منها يعني التمويل السياسي بشكل أساسي، بالإضافة يعني إلى المداخيل التي يمكن أن تؤمنها عائدات الإعلانات والمساهمات. لذلك الوضع في الإعلام الخاص أفضل، لكنه ليس بأفضل حالا. هناك مؤسسات يعني يداوم فيها الموظفون 3 أيام من كل الأسبوع حتى يعني يوفروا إذا جاز التعبير كلفة التنقلات من منازلهم إلى أماكن عملهم. شكرا جزيلا لمراسلتنا من بيروت دارين الحلوة.